الرابع والثلاثون الحديث الأخير في هذا الدرس رقية النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب الناس مذهب الباس اشف أنت الشافي هذا من عظمته لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما رواه البخاري هذا له قصة الحديث عن عبد العزيز بن صهيب قال دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك فقال ثابت يا أبا حمزة اشتكيت قال ثابت يا ابا حمزه ابو حمزه كن من؟ ابو حمزه كن من؟ ابو حمزه كنت انس بن مالك قال ثابت يا ابا حمزه اشتكيت الحين ثابت يشتكي لانس رضي الله عنه فيقول يا ابا حمزه اشتكيت فقال انس رضي الله عنه: الا ارقيك برقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى فذكر الحديث. وعن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بعضهم يعوذ بعضهم يمسحه بيمينه، طبعا المسح باليمين تفاؤل بزوال العله. واليمين لها فضل على الشمال. طيب ماذا كان عليه الصلاه والسلام يقول في التعويذ؟ أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما لا يغادر يعني لا يترك وقالوا ما هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أعصاها الحديث رواه البخاري ومسلم كان عليه الصلاة والسلام يرقي نفسه وغيره بهذا كما قالت عائشة رضي الله عنها كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده نفث على نفسه ومسح عنه بيده. تقول: فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت انفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث التي كان ينفث وامسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه رجاء بركتها. يعني النبي عليه الصلاه والسلام في حاله الوهن وهو في الاحتضار وهو في على فراش الموت عائشه تاخذ بيده الشريفه رجاء بركتها فتمسح على نبي الله صلى الله عليه وسلم بيده عليه الصلاة والسلام رجاء بركتها رواه البخاري ومسلم ورقاه جبريل عليه السلام فقال يا محمد اشتكيت؟ فقال نعم قال بسم الله أرقيك في أحد المناسبات المرات جاءه جبريل رقاه بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس يعني سواء كان العين 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 الحاسده العين هذه او بمعنى الادمي العين من شر كل نفس او عين حاسد الله يشفيك بسم الله ارقيك رواه مسلم كان عليه الصلاه والسلام يرقي الحسن والحسين رضي الله عنهما فكان يعوذهما ويقول اعيذكما بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ذات السم الذي يقتل الهامة ومن كل عين اللامة التي تلم وتصيب بالسوء إذا حلت بالشيء يعني يقول عليه الصلاة والسلام للحسن والحسين وهو يعوذهما هكذا كان إبراهيم يعوذ إسحاق وإسماعيل ابنيه عليهم السلام رواه البخاري والترمذي ولفظ ومسح النبي صلى الله عليه وسلم بعض اعضاء جسد المريض بيده الشريفه كما فعل مع سعد رضي الله عنه في مرضه فوضع يده على جبهته ثم مسح يده على وجهه وبطنه ثم قال اللهم اشفي سعدا واتمم له هجرته رواه البخاري ومسلم علمنا النبي عليه الصلاه والسلام ان نرقي انفسنا ضع يدك على الذي تالم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاذر رواه مسلم فالله عز وجل من عظمته وعزته وربوبيته أنه هو الشافي وحده الشفاء بيده لا شافي إلا هو، لا طبيب ولا خبير ولا استشاري الشافي هو الله يقدر الأسباب وإذا مرضت فهو يشفين يقول امام بن عبد البر رحمه الله فالبرء ليس في وسع مخلوق ان يعجله قبل ان ينزل او ان يقدر وقته وحينه قال وقد راينا المنتسبين الى علم الطب يعالج احدهم رجلين وهو يزعم ان علتهما واحده في زمن واحد وسن واحد وبلد واحد وربما كان اخوين توامين غذاؤهما واحد فعالجهما بعلاج واحد فيفيق احدهما ويموت الاخر أو تطول علته ثم يفيق عند الأمد المقدور له. هذا كتاب التمهيد لابن عبد البر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام توسل في هذه الرقية إلى الله بكمال ربوبيته، اللهم رب الناس وكمال رحمته بالشفاء أذهب الباس مذهب الباس مذهب الباس وأنه وحده الشافي وأنه لا شفاء إلا شفاؤه فتضمن التوسل إليه بتوحيده وإحسانه وربوبيته. زاد المعاد. فالمريض يتوسل الى الله بربوبيته العامه اللهم رب الناس ان الله الخالق المالك المدبر خلقتني انت تمرضني وانت تشفيني قدرت علي المرض اسالك الشفاء اسالك ان ترفعه الطبيب سبب الدواء سبب الشافي هو الله أنزل القرآن رحمة للعالمين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء جعل الله القرآن شفاء لأمراض القلوب شفاء من من الوسواس والنفاق والشك والشبهات والشهوات والحسد وسوء الظن ماذا تريد من أدواء القلب وأمراض الأبدان أيضا شفاء قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين كل القرآن شفاء والمعوذتان أفضل ما يتعوذ به والفاتحة هل تقاوم الجراثيم كلام رب الأرض والسماوات ولذلك الاستشفاء بالقرآن عبادة عظيمة لأن يعني فيها لجوء إلى الله بكلامه لجوء إلى الله بكلامه استشفاء بكلامه هذا هذا أعظم الأدوية اعظم الادويه. ولذلك حتى سواء كانت امراض يعني حسيه، معنويه، قلبيه، نفسيه، جسديه العلاج ينفع فيها كلها، القرآن ما انزل الله داء الا انزل له شفاء، منه هذا القرآن لكل داء دواء فاذا اصيب دواء الداء برأ باذن الله. وانزل الله ادويه حسيه واخبرنا عن مكامن للادويه الحبه السوداء والعسل والحجامه والسنه والسنوت والعود الهندي والقسط البحري فيه كل اخبرنا عن مكامن مكامن للادويه والرقيه علاج عظيم ولا تفريق ترى ما يجي واحد يقول انا اصبت بمرض استعمل القران ولا اروح للمستشفى يا اخي استعمل استشفي بالقران واذهب للمستشفى ليش نفرق يعني ليش الفصام ارقي نفسك واذهب للطبيب ارقي نفسك وسوي عملية ارقي نفسك وابلع حبوب الدواء ما في تعارض ما في تعارض ترى القرآن يعني يعني ما يضر لا يضر هذه الأدوية تتضارب مع بعض أدوية أهل الدنيا أما هذا الرباني الرباني هذا هذا ما يضر ولا يتضارب مع شيء بل ربما افاد في ابعاد الـ الـ الاضرار الجانبيه لبعض الادويه اقول ربما ان هذا القران يفيد في ابعاد الاضرار الجانبيه لبعض الادويه ولذلك اجمع بينهما يا عبد الله ولا تقل هذا او هذا وقد لا يوجد علاج اصلا عند الأطباء قد يقولون لك ميؤوس ما, ما نعرف ما عندنا ما ما وصل علمنا إلى شيء عجزنا والقرآن يؤثر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفينا وأن يتوب علينا وأن يرزقنا العافية والعفو إنه سميع مجيب وصلى الله على نبينا محمد